العتريا من هباه فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلا من البهو هبت رياح هباه فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلا فشر يحاك لكم أمتي يريد الفناء ورب السماء فيا أمتي أنصتوا واسمعوا فجل الأمور بدت في خفاء قنابلهم كالسموم تدار فما من صدوق وما من إخاء وما من إخاء بني حصاد الرصاص أتاه فما من مغيث ولا من عزاء أبي رحيم كشربة ماء طعنت فطوبى ولا من شقاء وأمي يا أمي كفاك بكاء فدينك يعلو وكل هراء وعرض استبيح وما من رجاء سوى بإلهي مجيب الدعاء رضيعي تمزق صوت الإباء فكل يردد صوت الغناء وليلة تصيح بكم دناس كرامتكم أيها الأغبياء لساني سليم وقلبي كليم وعيني صارت كفي السقاء أئن طويلا وما من دواء فقومي صاروا كما الببغاء لساني سليم وقلبي كليم وعيني صارت كفي السقاء أئن طويلا وما من دواء فقومي صاروا كما الببغاء فهل حلول تعين السريبا وأين الصمود وأين الإباء ونحن ننام كأهل الرقيم وفي غفلة قد يحل البلاء وأرجو الإله يزيل العناء ويرسل جندا كديم السماء ليعلو الكتاب ويخبو سواه.